موصل بالك ألعب مع الشتين مدرسة النور الصف الرابع، وأنا مريض سكري وباخد الأنسولين. موسى كان صغير، كان عمره 4 سنين في بداية مرضه، فكان هو صار يبول كتير، يشرب مي كتير. نحن ما توقعنا أصلا من الأساس إنه يكون معه سكري، لأنه هو ما في بالعين إنه مرض وراثي. توقعنا إنه التهاب كلوي أو مجاري بولي، أخذناه على الحكي، فهو فورا عرف إنه ممكن تكون آثار السكر، فطلب فحص سكري فكان مرتفع معه. بالبداية ما كنت أعرف أنا شيء عن السكري، ما كنت أعرف إنه بده أنسولين، إنه كيف علاجه وشو حميته، ما كنت أعرف شيء عنه أبدا. من دخلناه على المشفى، وطبعا أطباء بلا حدود أخذنا عليهم وساعدوني كثير، حتى علموني كيف أتعامل معه، كيف أعطيه الأوبر، كيف إنه لازم يعيش، كيف لازم ياكل. طبعا وقت الدواء بحس إنه بيرتفع بس السكر، بصير راسي يوجعني. هلا طبعا الإقلام أول شيء إنه إعطاءه سهل، ما بتوجع. تاني شيء عياره سهل، هو فيه ياخدها لحاله بدون ما يعتمد على حدا تاني، فكتير سهل عليه ويسرت علينا الأمور، وفيه ياخد دواء لما راح معه كمان.